خبر اسود على دي حلقة، يا خبر اسود على دي بداية حلقة. مفيش حد بيخلص زيي ابدا، مفيش حد بيخلص زيي ابدا. يا موريسيو ركز يا موريسيو، هيفضحونا. دي تاني بقى، تاني بقى، حط امك بقى، حط معاك. طب حط انت، يخرب بيتك، حط يا حط بقى يا اخي بقى، حد يحط، مش لازم انا يا جدعان. ماشي حلوة. يا دفرال يا كلب يا كلب. بس نهدى 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 يا شباب، نهدى شباب، نهدى شباب. انا الوحيد اللي مسجل فيكم يا دوري ريمان، يا دوري ما فيهوش راجل. يا عم بقى، يا عم بقى، بالراحه على اللي خلفوه. يا عم حد يستلم بقى يا جدعان بقى، في ايه؟ ايه القرف ده؟ اهلا بيكم يا لعيبه في حلقه جديده من حلقات الموريسيو والظاهره والسترايكر الشهير اللي مكسر الدوري الايطالي. النهارده هي حلقه مهمه، حلقه مهمه. ليه تقول لي السر؟ انت كل مره تقول لي حلقه مهمه، اقول لك استنى يا عم وتصبر علينا شويه. النهارده هو موسم انتقالات يناير، والعرض محطوط قدامي على الترابيزه. امضي يا موريسيو في روما، مستني يجي لي عروض، هشوف الدنيا بتقول لي ايه. فهل يرحل الموريسيو ام يكمل مسيرته في المنافسه مع انتر على حلم الدوري وحلم اللقب الاول للظاهره؟ اعمل لايك لو بتحب الحلقات دي، اشترك معنا في القناه عشان نوصل ربع مليون لعيب في اسرع وقت. تابعونا على الفيسبوك وانستجرام بتاع العب، وتابعني على اكونت شخصية لو محتاج تتابع اكتر وتبقى معانا في كل حتة. لكن دلوقتي معروف هالاجابة، نديها بي اس تديك طراوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي يعني شكل بقى ايه الدنيا عندنا، 44 نقطة، ادي الدوري على اليمين ركز لنا عليه ودينا الزوم، وانتر ميلان تبعد عننا في المركز الاول ب 49 نقطة، اليوفي بتاكلنا من تحت. لكن ما زلنا طبعا بعد الماتش اللي فات، لو ما شفتش الحلقة ارجع شوفها، الموريسيو ضد رونالدو وكسبناه وتألقت وجبت جون، التأهل عشان نخطف المركز التاني تاني من هذا الفريق. نخش على تورينو، ماتش مفروض يبقى اسهل في نفس المدينة، اليوفي عدينا على تورينو كمان، ناخدها في سكتنا ونعمل واحد سيميليشن في الاول. فورورد تايم ايه، مش واخدني ولا ايه؟ عملنا سكيب. ايه ده؟ ايه ده؟ الاخبار نزلت ولا ايه؟ في ايه؟ 4-0؟ وات ذا هيل. نزلنا مركز ثالث تاني بعد كل اللي عملنا. راح اوكي، بدايه جميله. نرجع ارض الواقع، وكالياري، كالياري في الكاس رايح جاي، هنعمل سيميليشن لواحد ونكمل ونلعب واحد عشان نضمن التاهل وحلم بطوله الكاس ايضا. سكيب ماتش. 4-0 اخر ولا ايه؟ لا يا جماعه، لا يا جماعه، في ايه؟ في ايه بجد؟ يا خبر اسود على دي حلقه، يا خبر اسود على دي بدايه حلقه. 1-0، انا مضطر كده اجيب جونين. احنا في الدور الكام ده يا جماعه؟ هنخش لسه دور الثمانية، نطلع بدري بدري بشياكة. انا ممكن امشي من روما، ايه رايكم؟ اروح اليوفي او اروح انتر؟ مفيش عروض من الفرق دي يا جماعه. ادي فريق كالياري اللي فاز على روما 1-0 في الاراضي الرومانيه، ودلوقتي فريق روما بيقرا الفاتحه، وادي الموريسيو بيقولوا له اعمل حاجه موريسيو، الحقنا موريسيو بالله عليك. بص كله بيدي النبذه دي، اللي هو يعني هتعمل حاجه في ليلتك ولا ايه؟ سيبوني يا جماعه، سيبوني اتولى الامر. اخطف ياه، اخطف ياه، ودونا بقى، ادونا فرصة. ماشي، تعرف تجيب جول؟ وديتك تاني اهو. مفيش حد بيخلص زيي ابدا، مفيش حد بيخلص زيي ابدا. ماشي، شايف التويلة؟ شايف التويلة؟ حط لي بقى، حط يا ابن الصرمة. يا يلا شباب، يلا شباب، يلا شباب، يا احسن 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 يا جماعه. محتاجين جون، محتاجين جون، محتاجين جون. يلا يلا، ادوا لي قدام، ادونا بقى، حركونا بقى، ادونا فرصه بقى. يا عم يا عم، ماسك في التيشيرت عمال يشد في امي. حط موريسيو. ماشي يا ولد، قرتني ما قرتنيش. ماشي خد يا دي، تاني بقى، تاني بقى، حط امك بقى، حط بقى. طب حط انت، يخرب بيتك، حط. والله ما في غيره، والله ما في غيره، هو 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 المجرم. هو اعمل ايه في نفسي؟ انا عايز اعرف اعمل ايه في نفسي.
يعني انا مش عارف روما هتعمل ايه بعد رحيل الموريسي والله العظيم ثلاثة. بص بص يعني ما ادهلوش وبتانا بص مفحفر ازاي مفحفر وحطيتها حطيتها بنفسي انا. ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الف شكر الف بحبكم الف شكر. اي خدمة فرنسكي اي خدمة والله العظيم انت من غيري كنت زمان الاقالة ضربت في نفوخك من تحت. خد يا شفت دي دي حتة حرفانة. جياو بيدرو نزل. مين جياو بيدرو هيتخوفونا يعني؟ مين جاو بيدرو ده؟ صح يلا صح يلا انا راح ارفع. ضحكت عليهم ماشي. يوه حط بقى يا اخي بقى حد يحط مش لازم انا يا جدعان. حس 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 لا 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 اوعى نلبس جول. لا 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 وديني وديني وحياة ابوك وديني. انا ما لحقتش هيغلط ما غلطش هيباصي ما بصرش. يلا شباب يلا شباب يلا شباب يلا شباب محتاجين نتقدم يلا. وديني والنبي 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 ماشي ما انا عادي يا جدعان ما انا بني ادم. ايوه مهلي ما انا بني ادم بقول لك انا بني ادم بغلط. لو شفت كلنا بنغلط مش حاجه انا اكلمك بقى. ده شغل مخاكيكي هيطلعني هيطلعني انا ولا زانيولو جدع زانيولو هو الصاحب عند الصاحب ليه تغييره ماشي اهي خد الكعوبه اهي الشغل اهو بنفحفر اهو وانتوا ما بتعملوش اي حاجه حاطين بس بريشر عليا انا هنخش اكسترا تايم كده اهو والله العظيم لا 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 هيفعلها الموريسيو ممكن يفعلها من هنا لا صعب 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 ما هو يا جماعه ما انا ما انا مش ايرون مان انا موريسيو مان في الاخر. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا 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 هنعملها يا جماعه في الاكسترا تايم. يلا فلورينزي يلا باشا يلا يلا بفتح اهو السمانه عشان ايه نديها طراوه تديك اهداف. يلا بينا والله يا جماعه هتيجي وحياه ربنا ماتش صعب ماتش صعب اجواء صعبه ماتش ابتدى يتنس والدنيا خلي بالك بنلعب على هدف اللي هيجيب هدف هيتاهل ويا اما هنروح لضربات الجزاء وانتوا عارفين مصير ضربات الجزاء زي فيفا 20 كده ظبطناها في 21 باظت في بي اس 21. العب بقى ماشي خدوا في ظهري خدوا في ظهري خدوا في ظهري صح 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 كسبت كسبت رمي التماس ماشي تعمل ايه تعمل ايه يا اخي تعمل ايه انا على ابو اللي علمك الكوره يا مسهل يا مسهل هتيجي هتيجي يا اولاد هتيجي يا اولاد بلاش نخش ضربات جزاء والنبي يا ابني ما انت حافظ مش فاهم حافظ يا دفرال يا خبر اسود راحت لحقها ماشي ماشي حلوة يا دفرال يا كلب يا كلب بص ضايع ايه بص ضايع ايه كانت جايالي كانت جايالي يا دفرال سبينازولا نزل بدل كولاروف يا جدعان كولاروف بيشوف ضربات جزاء ده يا عم فونسيكا الخرا ده ماشي زفت انت انت مستقصدني طب عشان ما اجيبش جون يا عم دفرال الله يسامحك منك لله منك لله يا دفرال طلعني بالكاس تفهمين طبعا اللي هيحصل دلوقتي مين يا كابتن اللي هيشوط الاول انا المدرب قال لي الشوط الاول يا موريسيو بيثق فيا قوي الواد ابو جيم فيس ده خلاص يا عم خش 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 ده مركز قوي شكله هيجيبها جو بيدرو ده اللي نزل ده جو بيدرو حط جلال الله اكبر الله اكبر الموريسيو وجها لوجه الموريسيو وجها لوجه الله الله يا لهوي على الحطه وعلى النطه وعلى البطه وعلى التكه الله 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 يلا يابا يلا يابا ضيع يابا يا ولد 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 يا لوبيز يا جامد شكلها بتاعتنا شكلها بتاعتنا وهنعدي ونوصل لدور الثمانية بعون الله لا حول ولا قوة الا بالله انظر الكلب يا حلولي
يا حلولي. الله اكبر، شكلها ماشيه معانا والله، شكلها بتقول الى دور الثمانيه. ان انا بصراحه لو ما تاهلتش دور الثمانيه همشي. احنا في موسم انتقالات بقى، وايه كل واحد كل يشوف حاله. انا بقول لك انا همشي. فونسيكا انا ماشي، انا بقول لك اهو. كالياري ما توصلش الكالياري اصلا. انا الوحيد اللي جبت ضربه جزاء، انا الوحيد اللي مسجل فيكم يا دوري ريمان، يا دوري ما فيهوش راجل. اذا اجا عدينا الدور الثمانية. دفرال، هو دفرال ده نجم الحلقة، انا عارف هيضيع وهنطلع دلوقتي. انا قلت ايه؟ انا قلت لك ايه؟ هو نازل يضايقني من الدقيقة 60 وهو بيضايقني، هيجيبوا دي يتعادلوا وبعدها نضيع وهم يجيبوا. لوبيز انقذنا، حات ابوك انقذنا، انقذنا والموريسيو حط، والله العظيم ما في غيري. ايوه يا رجل، لا تبحث عن التاهل بهذه الكيفيه يا رجل. عدي بسرعه، عدي بسرعه يا رجل، قفل الماتش يا رجل، اتق الله. السلام عليكم يا رجل. يا رجل بالنسبه للناس اللي كانت يعني كاتبه يا جماعه ولا واحد يجيبها صح لاهداف الموريسيو، ناس كتير قالت لك 21 22، انا كنت جايب 23 جون قبل الحلقه دي لما جبت الهدف في الماتش، وبقيت 24 جون واربعه اسيستات. ناس كتير قربت جدا، لكن تابعوا كويس عشان ما كنتوش متابعين. واللي كان يعني سايب كومنت ان هو 23 قبل ما الحلقه دي تنزل يقول لي ونشوف ساعتها وهنعمل له شوت اوت في الحلقه اللي جايه. خلينا نكمل ونشوف ايه الارقام. ده رونالدو ولا ميسي في عزه؟ ده ايه ده؟ كالياري تالت يا جماعه، هو ايه مكرر عليا الحلقه دي؟ كالياري ولا ايه؟ ثلاث مرات كالياري؟ ايه الهطل ده؟ مش والله العظيم ملاعب. طب بالعافيه سكيب ماتش 1-0. حلو حلو ده قوي، خدنا الثلاث نقط الحمد لله بعد يعني فشخ معنوياتهم في الكاس، قدرنا ان احنا نعدي منهم في الدوري. ويوفنتوس تعادلت، فده شيء ايضا جيد جدا جدا جدا. هتلاقينا خدنا مركزنا دلوقتي ان شاء الله. اهو اهو يا سلام، طلعنا تاني 47 نقطه والانتر هرب. انتوا خدتوا بالكم ان الكاريرين قريبين؟ خدتوا بالكم ان الكارير بيتكرر هنا وهنا؟ في حاجه غريبه يا جماعه، في حاجه مش طبيعيه ابدا. نيجي دلوقتي لماتش ليتشي. ليتشي يعني حاجه جميله جدا، لكن مش هخش الماتش ده، لا عندي ماتشات مع ميلان واتلانتا اهم بكتير. سكيب ماتش، وعارفين ان احنا واقفين عند 24 جول. حد يختي عليا وعلى ذهني السوداء. ويوفنتوس لسه زي ما هي، الحمد لله الحمد لله انهم ايه يعني ما صعدوش على قفانا وخسروا كويس. وانتر هربت برضه بنقطه، اتعدلت. كانت فرصه دي، كانت فرصه دي. البيج ميلان، الميلان ار ان يعني، او ميلانو ار ان زي ما بيسموها بقى على ملعب روما. يعني اللي بيتفرج على الحلقات دي بس هو اللي عارف ان في يوم من الايام الموريسيو الشاب ده هيكون بيدرب النادي الكبير البيج بيج بيج ميلان. لكن دلوقتي هنشوف هيعمل ايه. اذا كان كاستليخو فين شانالوجلو؟ هات امك لبيعك يا شانالوجلو، لما اكبر ابقى مدرب هبيعك يا شانالوجلو. ولا 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 فلالي. حلوه دي، حلوه دي، حلوه دي. ها وشفت شفت وقفته ازاي؟ والله العظيم الواد وقف تثبت تثبيته مش ممكن. يا ربش ربش اقول اللي نافسني على هداف الدوري من الصرمه. ماشي صح يا موريسيو، صح يا موريسيو. ما تزنقنيش بقى، ما تزنقنيش بقى يا اخي. بس مع ذلك وصلتها لك وانت حمار. ها بتعمل ايه؟ شوف 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 دي شوف دي شوف دي. كابتن كابتن كابتن، هتقف. يلا يلا يلا، مالك يا موريسيو؟ بس بس نهدى 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 يا شباب، نهدى يا شباب، نهدى يا شباب. يا اوه اوه وشي وشي. ولا 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 ولا. هيلعب عندي، هيلعب عندينا. ماشي سمت على الله بقى، شوف حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله يا جدعان، حد يسند. ماشي روح روح، وديتك وديتك وديتك. ماشي مش هي دي لكن ماشي. يا اوندر يا اوندر يا اوندر، منك لله. دكر يالا دكر يالا، مالك فيه ايه؟
وديني ماشي صح 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 دبل كيت احسن احنا حلوين اهو واتس رونج واتس ماتر زي الفل يا بنت بيقول لك ابوكي ما تلعبيش في اختك هالي يا معلش 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 مش فاكر ان انا مش مفطرتش النهارده كويس بصراحه فونسيكا يعني مش هكذب عليك انا النهارده مفطرتش كويس يعني نزلت كده على لحم بطني ماتش كان يعني جاي في ميعاد مش حلو فمفطرتش فبناء عليه مش عارف العب انت لو تصبر عليا تحرك الاوتوبيس بدري انت انا زهقت بريت قدام قوي يا خبر اسود يا باكويتا في ايه يا دي ديفرال اللي بينزل لامي ده بقى مش هديلك يا ديفرال الدنيا الدنيا مقزمه يا جماعه دفاعات الميلان قويه بصراحه ولسه في دوناروما وفيلم يا ساتر انا يا جماعه نمت قدام مفيش حاجه جايالي ليه الله علي والله العظيم ده انا عليا جمل بس انتوا ايه الحب في حد مصاب بره شوفوا مين اللي مصاب انا طلعت انا ازيك يا جيكو عامل ايه يا جيكو والله العظيم ده ليك شوقه ليك شوقه وابن مالديني كمان نزل دنيا هايسه ومايسه بقى في ميلان بقى انا ماتش كنت اوت فيه وطبعا الموريسيو لما يبقى اوت دي النتيجه 0-0 جيكو والله هفرح لك انت خلاص ما بقتش واخد مكاني بجد هفرح لك بس اعمل حاجه يا ابني انت كده هتلعب في مصر المقصه يعني مش هتروح حته يا جيكو انت نهيتك نهيت مسيرتك دمرتك اقول ايه طيب وات كان اي سي في ماتش ما كنتش فيه فورمه اخر مباراه عندنا في الحلقه يا لعيبه هي مباراه الاتلانتا مباراة يعني هجومها حلو بيفتحوا دايما دفاعاتهم عندي فرصة اني اتألق ولازم اتألق لاني يعني to be or not to be دنيا فلتت مننا حضرتك اليوفي طلع فوقينا في الجدول فرق نقطة اي نعم لكن لازم الحق وانتر بتقع انتر مهزوزة جدا يا جماعة فرق 7 نقط حاليا انا لازم اكسب ولازم اكسب الماتش ابتدى انا قاعد اتكلم معك ما انت هتوديني في داهيه ولا موريسيو يا ابني انت يخرب بيت غبائك اوتشا ماشي يا سلام يا موريسيو على حركاتك وتكاتك واللي يفهم يفهم واللي مش عايز يفهم ما يفهمش اقطع بقى ماشي يا سلام ماشي ولا ابو سنه انا ابتديت اكح تراب من الدقيقه 35 مش عارف هم ليه يا جماعه بيعملوني كده ما هو الاعتماد على الزياده على اللزوم بيتعب برضه يا عم بقى بالراحه انا اللي خلفوني يا جدعان انا بلعب على هداف دوري وانتوا ما بتلعبوش على دوري انا بلعب على هداف دوري ما تبوظوش اللي انا بعمله هما بيلعبوا خط متقدم عشان كده انا قاعد في الاوفسايد ما انا لو عندي مدرب عارف يقول لي اتحرك ازاي لما العب ضد دفاع متقدم كنت اني فلحت لا كده الاشاعات تكتر والموريسيو ما ينبسطش والموريسيو فيه اشاعات بقى بتقول ان هو متضايق يا عم فونسيكا وممكن يمشي لان كده مش حلو جاتك نيله بقيته فريق بيكح تراب انا برضو قلت انت مش وش دوري مش وش نعمه نقط صعبه يلا موريسيو يا ساتر ايه يا عم ده متاخر قوي المذيع ده بيزعق بعدها بساعه يا عم حد يستلم بقى يا جدعان بقى في ايه ده ايه القرف ده شايفني لا 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 والله العظيم هو يؤدي افضل مواسمه هو الموريسيو هو اللي بينقذ دايما روما هو من زاويه ميته انقذ روما يا رجل
لا 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 زاوية حتة زاوية ولا حتة زاوية ننهي بيها الحلقة واحنا مبسوطين واحنا بنقول الموريسيو لا ينام ابدا. اي بقى وقال لهم اهو قال لهم ايه موريسيو ركزوا في الاسم. مش لابس رقم 10 في عنصرية ديفرال واخد 10 عم عمر. لا يا عم في ايه يا عم نمشي ديفرال نمشي فعلا ما نمشي يا عم فرونسيكا ما نمشي صح صح احنا ناخد شنطنا ولا نروح على امي بقى ولا تقول لي بتاع هو دول الفريق ما عندهم حاجه غيري انا اللي منجحهم وانا لو في جو مطر والدنيا مطر ما تشوطش رقم 10 ما تشوطش بلنتيات وما نعملش في ايه في ايه بقى ايه العذاب ده ده اللي ناقص كمان يخرجنا يا عم عمر ده اللي ناقص كمان يخرجنا احنا عايزينك تشوف لنا بقى ايه بما انك مدير اعمالي عايزك تشوف حاجه في اليوفي الفريق كبير يا عم عمر انت بتلعب على طعنت جماهير روما اه لا ما اللي ما اللي ما اللي بعنا خسر دلعنا واللي مش عايز يديني 10 ما يدينيش 20 بس كده اديله انا بال10 معروفه نزل لي بقى ايه شبابهم بس على مين تروحش تبيع الميه في حاره الساقين الساقين معروف وتكلم العصفوره بتاكل ايه مام برافو امال هتاكل ايه يعني صح. يعني ما الحمد لله الحمد لله الواحد يعني بص الايجنت بتاعك يخليك دايما مركز في الماتش بص يا استاذ عمر شايفني ازاي بص انا بشاهدك بس عشان لما اقول لك عايز امشي ما تقوليش انت مدلع موريسيو ما تقوليش انت ناجح وجايب اهداف لا انا عايز اقول لك على حاجه انا هشوف لك نادي يستوعب قيمه وقامه الموريسيو يا كابتن بقول لفرونسيكا الدفاع متقدم فاول ايه يا حكم بقول له الدفاع متقدم قال لي طب رجعه قال لك الدفاع متقدم قال لك ايه قال لي رجعه بقول له العب قدامه ازاي فرونسيكا قال لي رجعه عايز تلعب فين غير اليوفي عشان لقيتها مقفله انا مش عايز العب غير في اليوفي انت بتدور على حاجه في دماغك انا عايز اشوف رونالدو عايز اثبت للعالم ان رونالدو والموريسيو شوف وجهان لعمله واحده انا بالعكس انا افضل النسخه المصريه بقى العدد العصب المصري يا ساتر يا جماعه الدوري بالله عليكم عشان لو ما جاليش اليوفي ابقى موجود على الاقل في النادي والله العظيم يا جماعه انا شايف ان انا خساره في النادي يعني شوفوا انتوا وليه رايكم يعني برضه هسيب اخر 7 ايام دول ممكن الحلقه الجايه نحاول نروح حته نحاول نمشي من روما ولا نكمل ونشوف الموريسيو هيعمل ايه في حلم الدوري ده طول ما احنا مكملين وخصوصا ان الانتر بيقع اعمل لايك للحلقه دي لو عجبتك اشترك معنا في القناه وتابعنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا كلها وكفايه لعب وبي اس قوي لحد كده